ختاما خلونا نختم بخبر غريب شوية. هو حبس المطرب رامي صبري 15 يوم بعد اتهامه بتزوير شهادة أداء الخدمة العسكرية، والتحقيقات بتتهمه بالتزوير، وتم القبض عليه في منطقة زهراء المعادي، والمصادر رفضت الكشف عن هويتها، أنه ما فكرش في الهرب طبعا وأنه راح، وبيتم التحقيق مع المطرب رامي صبري. خلينا نقول دي مش الواقعة الأولى لمطربين بيتخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية. لا تعليق، احنا مستنيين قدوة. خد 15 يوم حبس، وبعتقد انه في نتائج التحقيق هيكون في معانا الاستاذ طارق مرتضى المستشار الاعلامي لنقابة المهن الموسيقية. استاذ طارق مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. استاذ طارق، ملابسات الواقع ايه، وهل الحبس 15 يوم ده هيعقبه احالة المحكمة ولا لسه في تحقيقات؟ والله خلينا نرجع للموضوع من الاول، ان رامي طبعا احنا قلبنا معاه كلنا، نجم كبير، مش عارفين ايه الموضوع بالظبط، ولكن في الاخير كلنا بنخضع للعداله يعني. طبعا هو رامي كان في احد اعضاء الجمعيه العموميه تقدم بشكوى في النقابه ضده ان هو هارب من التجنيد. فالاستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقيه بدوره حول الموضوع الشؤون القانونيه انها تبعت مخاطب استجلات في المخابرات المسلحه. وتم المخاطبه فعلا وردوا قالوا ان الشهاده سليمه. بعديها الو ايوه اتفضل يا فندم معاك. بعديها بفتره كبيره حصل اللي حصل ده اللي هو امبارح الفجر، ان هو تم القبض عليه. طيب بتهمه انه هارب من التجنيد، هنا بقى في مشكله ان الشهاده دي سليمه، هل الاوراق اللي اتقدمت، هو ده الكلام اللي النيابه بتقوله، الاوراق اللي اتقدمت للحصول على الشهاده اللي هو الاعفاء ده، هل هي الاوراق سليمه ولا هي هو الاعفاء طبي ولا يعني اعفاء ايه، نوع الاعفاء في الشهاده؟ هو اعفاء ان هو بيعول يعني. يعني ممكن ان الشهاده سليمه بس المستندات اللي اتقدمت مش سليمه، هو فعلا مش بيعول مثلا. مش هنجزم بشيء لان دي في النيابه العسكريه وان هم اول شغلهم واقرب ليه، ولكن هو في الاخير ان احنا قدام حبس احتياطي على ذمه التحقيق والقضيه، وهيعرض يوم 22 الشهر الحالي تاني قدام النيابه، هيمثل تاني امام النيابه. النيابه العسكريه. النيابه العسكريه هو كان في اسم المعادي، وبعدين النيابه العسكريه طلبت ترحيله فورا ليه النهارده، وتم ترحيله بالفعل وعرض في المدعيه وخد الحكم بال حبس الاحتياطي. واحنا دلوقتي الشؤون القانونيه عندنا والاستاذ المتولي مدير الشؤون القانونيه كان ملازم ليه لبعد لقبل ما يتحول على النيابه العسكريه. نشكرك استاذ طارق مرتضى المستشار الاعلامي لنقابه المهن الموسيقيه، نشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح. قبل ما نروح